كابتن حمدي صوفي هو اللي بيتكلم معايا، ومش من السنة دي، كان من 3 سنين بالظبط. بس أنا كنت متعاقدة بعقد يعني مع النادي الشمس، وما كانش ينفع أني أمشي يعني عشان العقد ده. وبس السنة دي كنت أنا خلاص خلصت العقد ومفيش أي حاجة بتربطني بالنادي الشمس. فكلمني كابتن حمدي، وكنت عندي الرغبة جدا أني أجي، بالذات ان هنا في منظومه كويسه جدا ولعيبه، حتى اصحابي هنا كلهم بنتمرن مع بعض في المنتخب على طول. وان شاء الله ابقى عند حسن ظن كابتن حمدي صافي، عند الاداره كلها ان شاء الله. لاهلي ما شاء الله عليه على طول بطولات، وبيحقق بطولات كتيره ما شاء الله. فان شاء الله وهدفنا ان احنا نفضل مواظبين على المكسب ده، وان شاء الله ما فيش اي حاجه تحصل خساره كده، على طول نبقى موفقين، والمكسب بمكسب ان شاء الله.